حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم اللي وجدتها قناة الرافدين حتى نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي راح تظهر أسفل الشاشة بشأن اللي أنتوا عندكم تردون تحجوا بالبرنامج أو بشأن ما راح نعرضه لكم داخل البرنامج. للمشاركة عندكم رقمين في الأعلى إلى الداخل، بالنسبة للأخوة العراقيين من زاخل الفاو يقدرون يتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج. الرقمين اللي بالأسفل للخارج الأشقاء العرب، عفوا الأخوة العراقيين اللي ساكنين دول المجر، الأشقاء العرب من الخليج العربي وحتى المحيط، وأيضا باقي دول العالم ممن يتابعون اليوم حلقة صوتكم يقدرون يتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين بالأسفل. ونفس الأرقام اللي ما يقدر يتصلنا اللي بصفها إشارة واتساب يقدر يدزلنا رسالة واتساب حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقة اليوم بأول ملفاتنا واللي هو انتشار ظاهرة بيع السلاح بشكل علني بعد تداول مقاطع مصورة تبين رواج هاي التجارة ببغداد بسبب الأحداث الأخيرة واقتتال الميليشيات ما بين بعضها البعض، وينتشر تجار السلاح بهواية من المناطق الشعبية ويوفرون الأسلحة القديمة أو الحديثة ويا عتادها مقابل مبالغ مالية وعلى ما يبدو مو غالية على العراقيين. ويؤكد مراقبون أن معظم المتاجرين بالسلاح أو تجار السلاح عندهم غطاء أمني من قبل بعض الجهات النافذة مثل ميليشيات الحشد أو الشرطة تلك المناطق. سوق مريدي هو أكبر الأسواق الشعبية ببغداد لبيع المواد المستخدمة، مكانه في مدينة الصدر شرق العاصمة العراقية بغداد، وهو واحد من أكثر الأسواق العراقية اللي توفر الأسلحة للمواطنين العاديين وتتوفر به جميع أصناف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع جميع أنواع العتاد العسكري أو الناري. واللي دا يخوف بهذا الموضوع أو يخوف الناشطين والمراقبين العراقيين أنه التجار بهاي السوق وبقية الأسواق يستوردون أسلحة جديدة، وهذا يعني أكو تواطؤ بعملية إدخال الأسلحة من خارج الحدود إلى داخل المدن، أو أكو عملية تسريب للسلاح من مخازن وزارتي الدفاع والداخلية. خلونا نشوف هاي الصور الحديثة اللي صورت من داخل سوق مريدي بوقت تدعي به الحكومة بين فترة وفترة أنه هي شنت عملية تفتيش ودهم عسكري للبحث عن الأسلحة بهدف حصرها بيد الدولة. خلونا نشوف هذا الفيديو. السلاح اللي موجود بسوق مريدي اذا يطول الجيش او الجيش يسيطر عليه مثلا ويستخدموه بصوره صحيحه تعرفون ما يبقى به انفلات امني. والسلاح اللي موجود هنا اكو باسلحه يعني تخوف، وتخيل واحد يطب عمي بيش هاي الرمانه تشتغل لو لا جرها وين يجربها مثلا، او اللي يريد يشتري مسدس وين يجربه بالهواء، الاطلاقات وين تروح. المهم الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع. أول تعليق من منصة فيسبوك من علي الغراوي يقول تفرض هيبة الدولة على مناطق ما بيها حتى سكينة وعايف الميليشيات، وتدور هيبة الدولة افهموا هيبة الدولة راحت ويا أهلها، أنتم مجرد أصنام تحرككم الأيادي الخفية. عبد الله الكبيس يقول وتطلع الدولة تقول ماكو مسلحين، هذا سوق كامل ومعروف مكانه مال مسلحين، تفضل يعني تفضل. أما أبو أحمد النداوي يقول ما شاء الله خير وبركة، ويقول لك يجب حصر السلاح بيد الدولة. أما أدوار يونان يقول سوق مريدي صاحب فضل كبير على أغلب سياسيين الصدفة الذين حكموا العراق ما بعد 2003، لأن أغلب شهاداتهم صادرة من هالسوق.
اللي ما يعرف سوق مريدي من أخواننا العرب ومن يشاهدنا اليوم في باقي دول العالم، سوق مريدي هو سوق بالأدوات المستعملة، بسوق للإسلاح، وأيضا يشتهر سوق مريدي بالتزوير. فلما انقصد التعليق الرابع أنه أغلب شهادات السياسيين صدفة من هذا السوق لأن تزورت هناك. مشاهدينا الكرام، هذا ملفنا الأول. ملفنا الأول هو عن انتشار ظاهرة بيع السلاح ببلد يعاني من فوضى أمنية، ببلد بأكثر من ما أعرف إيش قد عدد الميليشيات لأن ما ينعدن، ببلد أكو بي صراع مسلح بين الميليشيات، وبلد أكو بي ولاءات كثيرة. آخر هاي الولاءات هي الولاء للوطن اللي من المفترض أن تكون أول الولاءات قبل كل شيء. إذا نريد نروح إلى ملفنا الثاني، ملفنا الثاني مشاهدينا الكرام هو عن الصراع اللي داير في محافظة البصرة، والصراع اللي داير ما بين جهتين مسلحة، جهتين داخلين بالعملية السياسية، جهتين عندهم ميليشيات، جهتين يتحكمون بحياة الناس أو يردون يتحكمون بحياة الناس. اقتحم اليوم أنصار التيار الصدري مقر قناة الرابعة الفضائية، دمروا أجهزتها وأثاثها على خلفية ما اعتبر التيار اللي تابع إلى مقتدى الصدر اتهام لميليشيا جيش المهدي بالتفاوض مع الجيش الأمريكي وتسليم سلاحه لهم في السنوات السابقة. بالبداية احتشد العديد من أنصار التيار الصدري باب مقر قناة الواقعة بمنطقة كرادة، وأطلق مدير القناة مطالبة للقوات الأمنية بحماية القناة والعاملين بها، بعد أن طالب أنصار التيار الصدري إدارة القناة بتقديم اعتذار فوري لهم، واتهموا القناة بتلقي تمويل من الميليشيات، حطوا جواها ألف خط. وعلى الرغم من وصول عشرات من العناصر الأمنية لحماية مقر القناة، إلا أن امتناع مدير القناة عن تقديم اعتذار إلى التيار أدى إلى مهاجمة الجموع بوابة دخول مقر القناة واقتحام القناة وتحطيم الأجهزة والمعدات بداخلها. خلونا نشوف مشاهدينا الكرام اللحظات الأولى لاقتحام أنصار التيار إلى مقر القناة. مثل ما شاهدتم مشاهدينا الكرام، الفيديو يعني يتكلم من نفسه، جموع من أتباع التيار دخلوا إلى مقر القناة وبالبداية ما قدروا يفوتوا من الباب، حطموا الحائط أو فلشوا الجدار الموجود هنا، دخلوا جوا، وراها بلشت حالة من تدمير المقتنيات. طبعا اللي صار هنا هي حالة مو صحيحة، لا هي القناة حالة صحيحة ولا اللي صار بها حالة صحيحة، لأنه لو كان القانون يأخذ مجرى ولو كانت هاي القناة حيادية ولو كان الأمر بالعراق أكو قانون يمشي عليه الناس، تعتبر هاي سلطة رابعة. وراء عملية اقتحام مقر القناة بغداد زادت وتيرة التراشق الإعلامي بين حسابات مقربة من ميليشيات الإطار اللي الدين بالولاء إلى قناة، أو عفوا اللي الدين قناة الرابعة إلها بالولاء من جهة، وأخرى مقربة من التيار الصدري من جهة أخرى. وراء نشر مقاطع مصورة من الأرشيف تبين عمليات بيع ميليشيا جيش المهدي سلاحها للاحتلال الأمريكي، وتبين الصور الملتقطة بشهر تشرين أول من سنة 2004 توافد مقاتلين من ميليشيا جيش المهدي لمراكز مشتركة للاحتلال الأمريكي وما يعرف حينها بالحرس الوطني بمدينة الصدر، حتى يسلمون أسلحتهم مقابل الحصول على أموال، بعد اتفاق هدنة وقع بين الاحتلال الأمريكي ومكتب الصدر بحينها. ويبين إعادة تداول هذا المقطع أو هذه المقاطع حجم الشرخ اللي وصلت إلى الميليشيات بظل تسقيطها المتبادل لبعضها البعض ونشر الغسيل كما يرى المراقبون. خلونا نشوفها.
بس بهر يعني ما الذيك عادل واحد ورا واحد واحد ورا واحد انت والله ميد ميد كارل مين واحنا نشجع هاي المبادره لان تيار الصدر تيارنا ان شاء الله تتوقعون هذا السلاح اللي تسلم للجيش الامريكي بال 2004 واخذه ومقابله اموال وشفتوا شدات الدولارات بعيدا عن تسقيط الطرفين لبعضهم البعض لنحكي بشكل واقعي هذا السلاح لو استخدم لمقاومه المحتل كان وصل حالنا لهذا الحال ورا ما نشرت هاي الفيديوهات الاثنين الناس علقت على الموضوع واختارينا لكم بعض التعليقات من فيسبوك فارس الجبوري يقول السلاح عادي ينباع وينشره بس خوف على اللي يبيع وطنه وشرفه على دول الجوار مثل الارجنتين يعني ايران وليد حميد يقول سالفة المقاومة ما توكل خبز فعافوا طلابتهم ويا الامريكان هسه طلابتهم على الكرسي أحمد المقداد يقول هذا هو تاريخ جيش المهدي خسة وعار ودجل وغدر وخيانة وضحك يسمي نفسه مقاومة وهو يبيع سلاحه للأمريكان مقابل المال سيبقى التاريخ يذكركم في مزابله يا خونة أما أبو ميثم الجبوري يقول صحيح هذا اللي صار بوقتها ما حد يقدر ينكر سلمه وأخذوا عليه فلوس مو ببلاش سلمه إذن كانت هاي التعليقات حول ما يحصل ما بين التيار والإطار من تراشق و تصاعد الصراع بيناتهم احمد من مصر ويانا حياك الله السلام عليكم استاذ افهم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بحييك وبحيي قناه الرافدين حياك الله استاذ مشاهدينا الكرام عليكم السلام بالنسبه لل اولا انا بوجر بان الامه العربيه والاسلاميه نعم على انتصارات 6 اكتوبر المجيد الذي سطر الشعب المصري اروع الملاحم في البطوله والفداء والتضحية وأنا رأسهم رئيس الشهيد الرئيس محمد أنور السادات عليه رحمة الله لا. لأنه هو الرجل ده سبب الانتصار في 73 لأنه واحد الشعب المصري وراه لم الشعب المصري وراه ما كانش لا طائفية ولا إخواني ولا سلفي ولا مسيحي كان الشعب وراه وكان هدفه واحد لأنه رجع كرامة للمصري ولشعب مصر لتحرير سيناء من الصهاينة المعتدين الاحتلال الصهيوني الغاشم على مصر وشعبها دي واحدة الحاجة الثانية بالنسبة للسلاح المنفلت اللي يكون بالعصابات والميليشيات في العراق فالحل الحكومة عندكوش ماكو حكومة ماكو ناس تحكم زين زي مثل النظام السابق اللي هم بيقولوا عليه دكتاتور لان البلد في فوضى وامريكا والدول ديت عايزه الشعب يعيش في فوضى يعني ايران عايزه العراق على الوضع ده والدول مثل امريكا ومثل اسرائيل لان عايزين نلعبوا خيارات العراق لان العراق بلد قوي وله كلمه في المنطقه فالمهم عايزين يفتتوا الشعب العراقي لانه كانوا بينتقموا منه لان كان العراق لها كلمه في المنطقه وكان لها سيادة ولا كان لها هيبة واشكرك يا استاذ عايف شكرا شكرا لك اخ احمد ابو علي من لندن حياك الله يا ابو علي يلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما اعرف ضاربين الجماعه ضاربين القناه الرابعه اي للاطار الايراني ها نعم اللهم اجعل الظالمين بالظالمين هم اللي صار على اساس يعني اللي صار بيناتهم اكو تصاعد بالتراشق الاعلامي لحد ما خلص يعني بعد راح نطلع اكثر لكن اللي صار انه قناه الرابعه اتهمت جيش المهدي او مو اتهمت بلشت تطلع الفيديوهات اللي نشرت بال2004 وقالت انه جيش المهدي باع سلاحه للامريكان مقابل الدولار جماعه التيار اعتبروا هاي اهانه وطلبوا من القناه الاعتذار ما اعتذروا اقتحموها وكسروها بالاجهزه اللي بيها نعم هذا كله ان شاء الله لصالح الشعب العراقي احنا قلناها من زمان قلناها بالتالي يعني تاريخ الميليشيات والعملاء الخونة اخر شيء يتقاتلون بيناتهم زين اولا صار بيناتهم اطلاق نار وصار حتى صواريخ وما صواريخ بين
العصائب اهل الباطل وبين تيار الصدر الارهابي، هم ذولا كلها مجموعه ارهابيه. ان شاء الله العراق والشعب العراقي الاحرار، ها الشرفاء راح يخلص من ذولا الحثالات اللي تابعين لا. الى النظام الارهابي الايراني. بس ارد اعلق على شغله، امس انا سمعت يعني يمكن بالفلوجه ولد شاب 14 سنه عمره رافع العلم العراقي الاصيل، ها العلم مال صدام حسين رحمه الله على روحه، وذولا معتقلي. زين انتم معتقلي يا ميليشيات ايران وارهاب ايران، انتم من ترفعون العلم الايراني الارهابي بوسط بغداد، ومن ترفعون العلم الارهابي الايراني بوسط البصره، وهذا شو اسمه محافظ البصره اسعد العيداني واقف، ها ومن تعزبون النشيد الوطني الايراني الارهابي بوسط بغداد، يعني هاي مو سياده العراق، مو يعني هاي مو عماله مو خيانه. بعدين صدام حسين يا اخي اشرف منكم، على الاقل الرجل كان 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 وطني. صدام حسين ما باق عمي، ما خان. انتم ما خليتوا شيء موبقات ما سويتوها يا ميليشيات يا عصابات، وان شاء الله ايامكم قربت عندما يسقط النظام الايراني الارهابي، هو لا محال يعني سقط سقط ان شاء الله، ستسقطون انتم وميليشياتكم وعصاباتكم يا مجرمين يا قتله. بايران يشققون صور علي خامنائي وصور خميني وصور قاسم سليماني، وعندنا بالعراق يبوسون احذيتهم. تبا لكم ولمراجعكم ولميليشياتكم ولاحزابكم. شكرا شكرا لك ابو علي. حيدر من البصره، حياك الله يا حيدر. السلام عليكم اخوي. عليكم السلام ورحمه الله. اخوي هذه قاتل المدرسه ما عجبت العراق منذ وجودها بالعراق التي جلبها المحتل الغاشم. نعم. يعني والتي سببت المشاكل وسببت الاذيه لكل ابناء العراق، كلها هذه الفقاعات هذه، كلها النفايات هذه بالكامل بالله. تلك هذه الميليشيات الارهابيه اللي سببت أبشع المخاطر بحق العراق، يعني أكثر من الواقع يعني. زين ولا من أي مكان بالعراق تمام؟ نعم. من أبناء العراق كل هذه الميليشيات الإرهابية المارقة. نعم. وكذلك حتى هذه النفايات، هاي النفايات اللي ما تسمى بالجيش الحكومي وفوق يسمونه وبرأ، هذا لا قيمة له. إيه والله لا قيمة له، وإلا علمنا الحقيقي الشرعي الوطني هو ذلك العلم المظلوم، وإلا هذا لا قيمة له هذا العلم بالله العظيم، أقسم بالله لا قيمة له، إلا هو علمنا الوطني الشرعي للعراق هو ذلك العلم. نعم. وإلا ليش هذه النفايات تعتقل هذا الولد الشاب اللي يسواهم ويسواهم بالله العظيم؟ نعم. اي والله يسوى هذه النفايات، هذه الفقاعات هذه، زين ولا التي خدم امريكا بلد العصابات بلد المجرمين. نعم. والا يعتقلون هذا الولد الشاب؟ هؤلاء ذولا كلهم مجرمين، ذولا مارقين، كل العالم تعرفهم انهم مجرمين وطغاة وارهابيه. نعم. اي والله. نعم. يا عيني. نعم. وسلام. شكرا شكرا لك اخ حيدر. من التراشق الاعلامي ونشر الغسيل إلى المواجهات على الأرض بين الميليشيات، وراء أيام من التصعيد اللي كان صاير في محافظة البصرة، الدولة مواقع التواصل الاجتماعي تسريب صوتي لقيادي بالميليشيا الولائية التابعة لحشد، توعد بميليشيا سرايا بنقل المعركة من البصرة إلى الحنانة واللي هو مقر إقامة الصدر بالنجف، وحذر القيادي بالميليشيات بالتسجيل اللي ما سنان أو ما صارت لنا فرصة نتأكد من صحته، من تبعات إصابة أي منتسب ممن يعملون بأمرته، وهدد قائلا الواحد منا بالبصرة سنأخذ ثارة بعشرة عاد. ردات فعل المستقبلية، عادة ردات فعلهم المستقبلية دفاعا عن النفس بوقت شدد به هذا القيادي أو هذا الميليشاوي على عدم الالتزام بأمر قيادة ولا فتوى مرجع بحال تطلب الأمر والموقف على الأرض الرد على ميليشيا سرايا. خلونا نسمع هذا التسريب. وصلنا إلى قناعة تامة أنه ما ممكن أن تكون البصرة ساحة لتصفية الحسابات، وأغلب الأخوة كلهم مؤيدين فالش، وما نتحمل مرارة العصابات الإرهابية،
لين وصلت حالها. حجي شو ندري بعوائلنا واهلنا وشعبنا؟ ليش ماكو موقف؟ جيت تساقط صواريخ خذ هاون والكادي وشي ومين على رؤوس الابرياء العوائل. حجينا لهنا وحدها بعد وصلنا. بعد ما راح نلتزم لا بموقف قيادتنا ولا حتى الموقف الشرعي، لين جاي ندافع عن انفسنا، وهذا دفاع عن النفس يعتبر. وقسما بالله وبامير المؤمنين ننقل المعركه يعني مستطيعين هذا الشيء، ننقل المعركه للحنانه ونعرف شلون نشتغل ونحرم النوم على رؤوس الفتنه. وكل قاعده بياناتهم ومعلوماتهم الموجوده كلها موجوده يمنا، ترى وصلت للعظم. اذا ينجرح واحد عندنا ناخذه بعشره قسما بالله. حجي يعني هم وعائلهم نايمين ومرتاحين، اللي بالنجف واللي بالحنانه لا والله وبالله وتالله، والصبر نفر وقوه لازم للولد، ترى الامور تخرج من السيطره كل شيء. ارد اساله سؤال، هذا قاعد يسولف اللي كانوا عايشين بصلاح الدين واللي كانوا عايشين بالانبار واللي كانوا عايشين بالموصل، اللي فجأة راح انذني ثلاثة من سيطرة الدولة وطبا إلى تنظيم إرهابي، واللي فجأة رجعت الدولة تريد ترجعها، واللي فجأة تهجروا، وذولا شنو ذنبهم؟ مهمنا وصلت لحدها عندهم. وراها دولة مواقع التواصل الاجتماعي صور اللي قالت انه صورة للهجوم اللي صار على منزل ناشط بالتيار الصدري يدعى سرمد التميمي بعبوة محلية الصنع بمنطقة الجمعيات بمحافظة البصرة وسطها تحديدا. واتهمت الجهات الناشرة سكرتير النائب المقرب من الإطار مصطفى سند بالهجوم. خلونا نشوف. ذول هم اجوا مرة ثانية. هسه جبت الله يحشمهم، ويحشمهم باب الصغير. وراء هذا الفيديو سارعت مكافحة إجرام البصرة لإلقاء القبض على منتسبين بميليشيا الحشد. قالت أنه كان بحوزتهم أسلحة متنوعة وعجلة عسكرية وهويات تثبت عملهم مع النائب مصطفى جبار سند، ويشتغل واحد من عندهم بصفته سكرتير يم النائب مصطفى مثل ما أكد محضر الضبط. خلونا نشوفه. مشاهدينا الكرام، هاي صورة الاثنين اللي مغطين وجوههم، الأسلحة موجودة، كلاشنكوف، رمانات، تليفونات خلوية، مسدس، مشط. هذا وصل استلام اللي هو المحضر اللي صار انه ساعة بثنتين الصبح، ثنتين ونص الصبح تم استلام المتهمين. الأسماء ما دا أقدر أقراها. تولد واحد منهم 96، منتسب في هيئة الحشد الشعبي، والد تولد البصرة أو يسكن البصرة في أبي الخصيب. وهذا تولد يعني رقم كامل يشرحون به أنهم تابعين إلى من الفوج التكتيكي في البصرة مع المضبوطات التي ضبطت بحوزة المتهمين، وأعلى هي بندقية، مسدس، رمانات، عجلة نوع بيك أب نيسان، هوية صادرة من مكتب النائب مصطفى جبار سند، هوية صادرة من مكتب النائب علاء باسم أمر ياسر يمكن، عتاد كلاشنكوف عدد 98 إطلاقة، علبة عتاد بلاستيك كلاشنكوف تحتوي 200 إطلاقة، جهاز هاتف نقال نوع آيفون 13، جهاز هاتف نوع آيفون 12، سماعات إيربود عدد واحد، ودرع أسود اللون بدون صفائح. كانت هذه محضر الضبط اللي يتكلم عن هذا الموضوع. ورا ما شافوا الفيديوهات العالم وشافوا محضر الضبط علقوا على هذا الموضوع. وكان التعليق الأول من فيسبوك من علي الحيدراوي يقول لا غريب الموضوع، ميليشياوي حالة حالهم، طبعا الطرف المقابل مو شريف بس قرر يطبق القانون لمصالحه الشخصية، نارهم تاكل حطبهم. أما أمير حسن يقول حالة حالهم، إطاري وذيل أبو فدك وعادل دخانية و24 ساعة بالقصور، وكلهم اللي قتل واللي سرق واللي أخذ رشوة. مصطفى ماجد يقول هو هذا أنا ما مرتاح له من زمان، شو بالبداية كان مسوي نفسه مستقل، تالي طبق ويا المالكي يلعب على الحبال. وعلاء الدين الزامل يقول سبق وأن قلنا هو مستغل وليس مستقل، كل تحركاته كانت قريبة من الإطار الفاسد. كانت هاي التعليقات
الناس حول هذا الموضوع والتراشق اللي صاير في محافظة البصرة. مشاهدينا الكرام، محمد من أمريكا حياك الله. السلام عليكم، أحيي قناة الرافدين البطلة. حياك الله أخوي. أستاذ أسد عزيز الدين، جيش هذا الجيش المهدي المجرم جماعة مقتدي كفيلك الله، هم حطموا العراق، هم تدمير العراق، شقوا شعب عراقي أخو خيته هم قتلوه كفيلك الله. نعم. هم دول التابعين كفيلك الله، هم الأسلحة هم بعوها علي، الأسلحة وغير شيء بعوه بعيوننا شفنا كفيلك محمد، احنا شيء صدام بخبرة بعين أشوف كفيلك يشهد علي الله، والله العظيم باعوا أسلحتهم وتعرف أنت ما نريد أحكي، كل شيء باعوا كفيلك الله، هم ما عندهم غيرة على العراق، هم تيجيهم غيرة على العراق، هم غيرة على العراق هم ما عندهم، احنا نواجه والله العظيم. وهذا الإطار الإيراني السافل ولا إيران، والله العظيم نهايتهم قريبة. نعم. أتعلم على الدول العربية السعودية وغير السعودية، ترى الميليشيات احتضربكم من العراق، من العراق أكو قوة ميليشيات تابعة لإيران احتضرب السعودية من العراق كفيلك أول وشوف، وإلى ما ردت السعودية عليهم والله دول السعودية جبنا أحرقهم حرق هم وإيران، عم إيران انتشرت بالدول العالم ضد إرهاب أفغان كفيلك الله، أفغان أكل أفغان بالنجف وكربلة، أفغان أنواع الجنسية والله العظيم إرهاب. نعم. إرهاب العراق انكرر كلها إرهاب. نعم. وأنواع الجناسي والله العظيم. أحيي قناة الرافدين البطلة، أحييك عمري أستاذ أسد، أحييك عمري. شكرا لك أخوي العزيز. مشاهدينا الكرام، نطلع إلى عمليات التزييف اللي تقودها وسائل الإعلام تابعة إلى إيران أو ولائية الدولة، صفحات ولائية وقنوات مقربة من إيران. مقطع فيديو ادعت به قيام الزائرين الإيرانيين ببناء أجمل سياج على مستوى مدارس محافظة كربلاء، وراء قيام الزوار بهدم سياج المدرسة بالمدينة حتى يدخلون شاحناتهم وحافلاتهم وباصاتهم عنوان يعني غصبا عليهم بساحة المدرسة خلال الزيارة الأربعينية اللي مضت. ورد التدقيق والتحري من قبل شبكات مختصة بمراقبة مصداقية الأخبار ودقتها، تبين أنه الادعاء المذكور بالفيديو مزيف، وطلع أنه السور هذا السياج اللي طلع بالفيديو المتداول اللي قام الشخص بتصويره هو واجهة مدرسة إعدادية كربلاء للبنات اللي جرى ترميمه وصيانته من قبل كوادر قسم التنفيذ المباشر من محافظة كربلاء منتصف شهر شباط من العام الحالي الشهر 2 اللي فات. خلونا نشوف الفيديو المزيف اللي بثته قناة العهد واللي قالت بي انه الزوار الايرانيين هم اللي بنوا هذا السياج، قناة العهد التابعة الى ميليشيا العصائب، قبل ان نستعرض التعليقات الساخرة. خلونا نشوف. شوفوا هاي المدرسة اللي قبت عليها القبة الحقيرة من اعداء المذهب بالاربعينية، الايرانيين سقطوا السياج، طيحوا السياج وفلشوا المدرسه. تشوفوا السياج حالاته بناء يمكن احلى 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 سياج مدرسه بكربلاء كلها، والله فد منظر صار للشارع مو طبيعي مو طبيعي. شوفوا السياج، شوفوا شوفوا السياج شلون اش حالاته، عم يا ريت يطيحون سياجات مدارسنا كلها والله. ما أعرف ليش محسسني المنظر اللي قاعد يشوفها على ساحل البحر في جزر الكاريبي، هو سياج بشارع على كل، وطلع السياج مو هم اللي باني. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت بتعليقات ساخرة على القناة واللي بثته، مثلا من فيسبوك شبير إيليا يقول الذيول تكذب، عجيب أمرهم، عندهم ولاء وحب إلى إيران أكثر من العراق، نصيحة لهم غادروا العراق وخلصونا شركم، الله يلعن كل شخص يكره العراق وعايش بخيرات ورواتب العراق. أما مصطفى كريم عافية، قناة العهد تمجد بإيران والإيرانيين أكثر مما الإيرانيين يمجدون بنفسهم وكل أخبارهم كذب. زينب السوداني تقول ذيول ما تصير لهم شارة، أكو واحد يصدق بيهم. أمير حمزة يقول ناس عبيد وتبعية كلهم تلميع صورة الجارة، والله يا بخت إيران بيكم بحيث الإيراني نفسه ما يدافع هيج عن بلده. إذا مشاهدينا الكرام، على السريع راح أذكركم بمواضيعنا. الموضوع الأول اللي تكلمنا عليه اللي هو انتشار سوق
أو انتشار بيع الأسلحة في العراق خصوصا في سوق مرادي اللي يشتهر باختصاصات أخرى أشهرها التزوير في مدينة صدى. الملف الثاني اللي هو اقتحام أتباع التيار الصدري إلى قناة الرابعة التابعة للإطار والتراشق اللي صار بيناتهم. الملف الثالث هو تسريب يتكلم بأحد منتسبين حشد وهدد بالتيار بنقل الصراع من البصرة إلى الحنانة اللي هي مقر إقامة الصدر بالنجف. وراها شفنا اقتحام أو يعني استهداف منزل أحد النواب بعبوة ناسفة، وراها مكافحة إجرام البصرة ألقت القبض على 2، وبالكتاب اللي قرأت جزء من عنده لأن كان طبع مات ضعيف، بذول الاثنين ايش يشتغلون وشنو الأسلحة اللي موجودة وياهم. الملف الرابع اللي هو كذب قناة العهد بأنه مدرسة كربلاء للبنات اللي على أساس الزوار الإيرانيين عمروا سياجها وطلع هو أجمل سياج وسوى منظر جميل وطلب يقول يا ريت يفلشون أسجة مدارسنا ويرجعون يبنوها، طلع السياج كذب بكذب وما له علاقة بهذا الموضوع. أبو سمية من الأنبار حياك الله. أبو سمية السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد الكريم عجبي كل العجب من هذه قنوات الولائية لوالي إيران، يعني كما يقول بعض أن دافع عن إيران أكثر من إيران نفسها. يا سيدي على الإعلام وفي الفضائيات وإذا كان خصوصا عن تنظيم سياسي عليه أن يزن كلامه وعليه أن يعرف متى يتكلم. هناك من الكذب من قد يغطى، هناك من الكذب ما ينطلي على بعض الناس. نعم. هناك فضوح ومخزن أمام الناس، يعني نعم طنه على مستوى الفضائيات ما قد يضطر إلى الكذب لكي يبعد شبهة أو تهمة عن وطنه. أتعجب من هذه الأمثلة التي وصلت بها الخسة إلى أن تكذب لصالح شعب آخر مجاور لكي تحسن صورته مقابل الذي يسكنون معه. فهؤلاء لا هم أهل وطن ولا يستحقون أن يعيشوا على الوطن، فالأولى خروجهم لكي نسلم عنهم. وشكرا للبرنامج. شكرا شكرا لك أبو سمية. مشاهدينا الكرام، العراق منذ قديم التاريخ منذ الأزل معروف بعدة مسميات، أشهرها بلاد ما بين النهرين، بلاد الرافدين اللي قناتنا أخذت هذا الاسم من عنده، بلاد الرافدين اللي هم رافدي العراق أو نهري العراق دجلة والفرات، نهري الخير مثل ما يسموها أكثر الشعب العراقي. تقارير صحفية دولية تبين أنه نهري دجلة والفرات يصارعان الجفاف فعليا بسبب تغير المناخي، قلة هطول الأمطار بالعراق، وحرمان العراق من حصته المائية من دول المنبع. التقارير أشارت أن السلطات الحكومية مدى تدرك حجم الكارثة اللي العراق دا يطب بيها ودا تستفحل في ظل أزمة نزوح من جراء الجفاف اللي تشهدها عدة مناطق من العراق. تفاصيل أكثر إذا تردون تعرفوها مشاهدينا الكرام عن هذا الموضوع عندنا تقرير أعد لنا قسم التواصل الاجتماعي بالقناة، خلونا نشوفه. We'll be right back.
مشاهدينا الكرام، اللي استصعب بعض الكلمات بالتقرير، فرضا مشاكل الجفاف هي هجرة الناس، هجرة الناس لأسباب عدة، منها جفاف الأنهر، جفاف المياه، قلة المياه، تصحر الأراضي، نفوق المواشي، نفوق الأسماك، وأيضا قلة المحاصيل الزراعية أو انتهاء المحاصيل الزراعية وانتهاء يعني مهنة الزراعة. هذا الشيء يعني الناس راح تهاجر من القرى إلى المدن. المدن بحد ذاتها تعتبر مكتظة بالنسبة إلى القرى. إذا هجرت القرى من القرى إلى المدن راح يصير بها اكتظاظ أكبر، راح تصير بها يعني قلة بالشقق أو المنازل أو المساكن، راح تصير بها مشاكل عديدة، راح تصير بها شحة بالعمل، خصوصا أنه أكو ناس جدة جايين إلى المدن، دول همنا يحتاجون عمل ويحتاجون شغل حتى يقدرون يعيشون ويصرفون على بيوتها. هاي كل هالمشاكل الحكومة ما تفكر بها، والناس لما تقول المي المي الحكومة عبالها الناس زعلانة على دجلة والفرات، وبالصح إيه نعم زعلانين على دجلة والفرات، لأن التقرير قال كلمة ما حد كان يتوقع، بلد بنهرين تشقه من شماله جنوبه تصير بشحة مياه. عبد الرزاق من باب الحياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ أفل، بالنسبة لاقتحام المحطة الفضائية من قبل أنصار التيار، نعم نعم، استاذ أفل، هذا دليل على أنه إحنا نعيش بزمن المافيات وزمن العصابات والانفلات الأمن صراحة. يعني لما إنسان يدعي الإصلاح ويدعي أنه يريد يخدم الشعب ويخدم البلد، وهذه التصرفات ربعة، يعني هذا 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 شيء معيب صراحة. يعني تتفقوا تتفقوا القانونيين والنشطاء اللي يقولون أنه إحنا نعيش في زمن دويلات الميليشيات، كل دويلة تريد تفرض قانونها الخاص بها على الباقين؟ أكيد صادف. نعم. هذا التصرف هذا يعني ما له غير تفسير بأنه يعني خارج عن القانون. طيب الرد يعني من الإطار شنو رأيك به ساعة عبد الرزاق؟ نعم. الرد من الإطار شنو رأيك به؟ لأن جماعة الإطار وخصوصا اللي موجودين بالبصرة اللي هناك من العصائب وغيرها هددوا جماعة التيار نقل الصراع من البصرة إلى الحنانة. والله استاذ أفهم هم الاثنين دولة، اذا اكو عندنا قانون وقوه دوله، سواء قاده الاطار وقاده التيار ارميهم بالسجون واخلص البلد من شرهم. لا. لانه دولة اصبحوا يعني فدعاله واصبحوا يعني ناس غير مؤتمنين اللي يعيشون الناس برعب وهلع وخوف. احنا عايشين بهذا الزمن استاذ أفهم، يا زمن احنا عايشين يعني المافيات الايطاليه خلصت غير هالمافيات، واحنا اليوم راجعين مقتدى وش اسمه وعمار ويهددون البلد، يعني البلد اللي يتهدد من قبل هاي العصابات. المفروض يعني المجتمع الدولي نتحرك ولا تستحنا، يعني تحت الوصايا لحد الان، يعني العراق لحد الان تحت الوصايا، مفروض من مجلس الامن ان يتحرك ان يقضى على هاي العصابات اللي جاي يوميا، يعني تخوف الناس وتقتل بالناس. لعد شلون انتخابات مبكره وتفضل هاي جماعته وهاي تصرفاته؟ نعم نعم. يعني قناه فضائيه انطت رايها وشوف دمروها. لعد شلون باكر عقب اذا واحد يحكي كلمه ضدهم، شلون اذا يعني يحكي حكايه ما 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 بعيدا استاذ عبد الرزاق عن هاي القناه المن تتبع او المن الدين بالولاء، لكن هي ما نطت راي، هي نشرت فيديوهات، هاي الفيديوهات مسجله وموثقه وكل العراقيين شايفيها، تقول بيها انه الجيش المهدي باع اسلحه للامريكان واخذ بداله دولارات. هو من ما يعرف بهذا الشيء؟ من ما يعرف هذا الشيء استاذ أفل؟ ناس كلها تعرف بانه اعطوا سلاح وباعوه. زين يعني انت شنو يعني تريد يعني شلون تغيب الحقيقه؟ تكذب الناس، ناس كلها تعرف انه جماعته هم باعوا السلاح. نعم. يعني مو لا مخفيه ولا مضمومه هذا الشيء. فالتصرف يعني معيب يا استاذ أفل. تحياتي لك. شكرا لك. شكرا لك اخ عبد الرزاق.
مشاهدينا الكرام، بالنسبة إلى الهاشتاج، دعا مدونون وناشطون على منصة تويتر، دعوا العراقيين إلى التظاهر بالقرب من مقر إقامة مرجعية النجف حتى يضغطون عليها حتى تصدر فتوى جديدة. بهاي الفتوى تأمر بحل ميليشيا الحشد وإلغاء العمل بالدستور اللي دعت في وقت سابق العراقيين يقزون أنه المرجعية دعت العراقيين حتى يصوتون على هذا الدستور باعتباره المسبب الرئيس لمشاكل العراق. وعبر وشدد رواد مواقع التويتر أو موقع تويتر والمغردين ممن شاركوا على وسم هاشتاج تشرين تظاهر عند الصمام على أن تتخذ مرجعية النجف خطوات فعلية حتى ينهون حالة الفوضى اللي تشهدها البلاد وراء ما تسببت قوائم 555 و169 اللي باركت المرجعية انتخابها بدورات سابقة سببت بانهيار البلد ووصوله إلى نفق مسدود، خصوصا بعد تغول ميليشيا الحشد اللي اتخذت من فتوى المرجعية غطاء الممارساتها وانتهاكاتها بحق البلد والشعب والمدن وكل شيء موجود على الأرض. أول تغريدة موجودة ويانا من آدم يقول هاشتاج تشرين تظاهر عند الصمام. الصمام هو صمام أمانة عملية سياسية وراعيها وراعي أحزابها وحامي النظام وحامي العملية السياسية وأحزابها، هو هذا واقع الحال. أما ظلال تقول التظاهر لازم يكون أمام منزل من شرع دستور العمالة ومن أعطى الفتاوى بحاجة البلاد للميليشيات ومن سكت عن قتلنا وسرقتنا وبارك وجودهم حتى آخر انتخابات جرت. هاشتاج تشرين تظاهر عند الصمام. انتفاضة الشارع العراقي حيدر يقول مجرد أن يصعد الهاشتاج ترند وتتلاقف وسائل الإعلام عن نية توجه المتظاهرين إلى النجف شارع الرسول عند الصمام لطلب منه حل الميليشيات والعملية السياسية، سترون القادة والزعماء وتصريحاتهم الجبانة تملأ الشاشات. هاشتاج تشرين تظاهر عند الصمام. أما سارة تقول هو أخرج الفتوى والمالكي صدقها قانونية ليجهز على ما تبقى من العراق بعد أن أمر أتباعه بالتصويت على الدستور الملغوم والقوائم المشبوهة. هاشتاج تشرين تظاهر عند الصمام. إذا مشاهدينا الكرام، هاي كانت أبرز تغريدات على هاشتاج تشرين تظاهر عند الصمام. مواضيعنا انتشار سوق بيع السلاح في سوق مريدي في مدينة الصدر بسبب الأحداث اللي صارت بالأخير خصوصا في الأسبوع الماضي. الفيديو الثاني هو اقتحام أنصار التيار الصدري إلى مبنى قناة فضائية تابعة إلى الإطار، وبعدها ما حصل من تراشق للكلام. الفيديو الثالث اللي هو ما يحصل في محافظة البصرة من أسبوع وأكثر، وشفنا تسجيل صوتي مسرب ما تأكدنا من صحته للأسف، لكن أحد قيادي ميليشيا الإطار يقول إذا ما سكتوا راح ننقل المعركة من البصرة إلى الحنانة. وراء شفنا هجوم استهدف أحد نواب محافظة البصرة، وراء شفنا مكافحة إجرام البصرة ألقت القبض على اثنين بحوزتهم أسلحة نارية ورمانات وهواتف نقالة وعربة عسكرية من نوع نيسان بيكاب. الفيديو الرابع اللي هو زيف الإعلام الولائي خصوصا قناة العهد اللي نشرت فيديو واحد يتكلم به عن سياج مدرسة كربلاء للبنات اللي قالوا على أساس أنه الإيرانيين بنوا، وبعد ذلك اكتشفنا أنه هذا ما له علاقة بالفيديو، ما له علاقة بالموضوع، ما له علاقة بشيء، وهذا سياج بنته المحافظة أو المهندسين بالمحافظة. مشاهدينا الكرام، بالنسبة إلى الانفوغرافيك اللي تكلمنا به عن الجفاف، هواي حكينا عن ملف المياه. جفاف أنهر العراق يعني خسارة العراق للثروة السمكية. جفاف أنهر العراق يعني خسارة العراق إلى مكان يعتبر أحد داخل في قائمة الأماكن التراثية بالعالم اللي هو الأهوار. خسارة مياه العراق هو خسارة الزراعة بالعراق. العراق اللي كان معروف بأنها بلد السواد لشدة سواد التربة ما بين النهرين وخصوبة تلك المنطقة. خسارة مياه العراق يعني خسارة الزراعة اللي من المفترض أن الحكومة تهتم بها لأنها مصدر رزق للبلد. وخسارة مياه العراق يعني خسارة العراق لكل شيء، لأنه العراق اللي بنفط وبغاز حالياً دا يحرق الغاز دا يستورده من إيران. إذا خسرنا المي من راح نستورده؟ هذا الجواب أريدكم أنتم تجاوبوني عليه.
وهل يستحق أي بلد آخر أن يتجاوز العراق عن حقه إليه؟ هذا السؤال هم أنا موجه إلى الشعب وللسياسيين إذا يقدرون يجاوبون عليه. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله. في أمان الله.